اهلا بحضراتكم مره تانية في الريمونتادا، وزي ما حضراتكم شفتوا في التقرير ضيف حلقه النهارده والنجم الاسبوع ده واحد من الناس يعني اللي ما فيش حد ما بيحبوش، بنات رجاله ستات جمهور كوره بكل انتماءاتهم، نجمنا الكابتن حازم امام. حازم ليه ضحك ليه ساعه الستات ده؟ لا حازم حازم عايز اقول لك الحلقه ربنا يستر. لا بصراحه انت طبعا منورنا حبيبي، كنت توحشني جدا على فكره، انا ميدو معايا كل يوم بس انت بجد وحشني. لا بس انت عارف صباح الخير، انا مختلف عن ميدو، يعني ميدو بيدب، هو اداني واحده حتى اول الحلقه بسم الله الرحمن الرحيم، اداني واحده كده على طول، بس انا هادي. خلي بالك ده لسه، ده انتوا لسه في اول سيزون. وبعد كده انا مش من النوع اللي انا يعني انا اضرب وانت تلاقي بلبس حد في حاجه، يعني عايز اقول لك على حاجه، ان انا زي ما بقول مبسوط ان انا قاعد معاكم، وان كان عندي بعض القلق خصوصا ان انا قاعد مع حازم امام وميدو، وطبعا انتوا تاريخكم اسود في موضوع القعده دهيت، وعندكم بعض التسريبات ربنا يسهل الدنيا تبقى ماشيه كويس. نورنا زوم، نورك، كنت وحشني جدا والله بجد، ومبسوط ان شفتك، بقالي كتير ما شفتكش، مبسوط بيك جدا، وان شاء الله دايما متالق. صد ميدو طبعا حبيبي وصاحبي ومتالق في كل البرامج يا ميدو ما شاء الله، والرومنتادا يعني كومباك جامد. ليه رومنتادا بقى؟ ليه مش كومباك؟ اسباني يعني؟ عشان لا، عشان الرومنتادا كلمه بقت دارجه جدا في العالم العربي، خاصه بعد ماتش برشلونه باريس سان جيرمان، وعشان الرومنتادا كل واحد فينا في حياته. بس انتوا ما رحتوش حته عشان الرومنتادا، انتوا ماشيين ما شاء الله على طول كويس يعني. لا انا الفكره مش كده، الفكره ان كل واحد فينا في حياته المهنيه، في حياته عموما، بعيدا حتى عن الرياضه، بيقع في وقت من الاوقات. لازم يكون عنده قوه الشخصيه والصبر وان هو يعمل ريمونتادا في حياته. وهي دي المسج اللي احنا عايزين نطلعها من البرنامج. انا حازم عن شغل عالي قوي، انا راجل ماشي من المنتخب من فتره، فدي ريمونتادا بالنسبه لي، دي ريمونتادا. كابتن حازم،